من دير البلح وسط قطاع غزة معنا من هناك مراسل الحدث أسامة الكحلوت. عذرا، أهلا يا أسامة، لك أن تطلعنا كيف هي العمليات العسكرية لهذا اليوم بعد الأخبار التي قرأناها عن الرشقات الصاروخية من الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة صوب غلاف المستوطنات، وأيضا تحدثنا عن المسيرات الإسرائيلية في استهدفت أراضي زراعية بمنطقة الحكر في دير البلح. تفضل. نعم، يعني الضربات الإسرائيلية متواصلة على مناطق متفرقة في قطاع غزة. آخر هذه المناطق هي منطقة مدينة رفح والتي يتوغل فيها الجيش الإسرائيلي بشكل كبير جدا في المنطقة الشرقية. الضربات المدفعية ما زالت حتى هذه اللحظة متواصلة على شرق مدينة رفح، بالإضافة للتوغل البري في قلب مدينة رفح في المنطقة الوسط في مدينة رفح. ولكن قبل قليل أيضا استمرت الضربات والقصف المدفعي باتجاه منطقة غرب مدينة رفح، كما أن الطائرات الإسرائيلية المسيرة تطلق النار على السكان في المنطقة الغربية لمدينة رفح. قبل قليل وقع عدد من الإصابات والضحايا في هذه الاستهدافات على السكان في المنطقة الغربية لمدينة رفح، ونشهد حالة نزوح من هذه المنطقة التي تتعرض لقصف متواصل، بالإضافة لاقتراب الدبابات من هذه المنطقة التي يتواجد فيها عدد كبير من العائلات النازحة برفقة خيامهم في المنطقة الواقعة في شمال مدينة رفح على الخط الساحلي، وهي امتداد لمنطقة المواصي، مواصي خان يونس. وبالتالي نشهد حالة نزوح باتجاه منطقة قلب مدينة خان يونس أو المنطقة الغربية لمدينة دير البلح. هنا في مستشفى شهداء الأقصى، إدارة المستشفى قبل قليل طالبت بفتح ممر آمن من أجل إدخال المساعدات والأدوية والمستلزمات الطبية إلى المستشفيات وخاصة إلى مستشفى شهداء الأقصى، وذلك بعد نفاد الكميات المطلوبة من العلاجات والأدوية لمرضى غسيل الكلى في مستشفى شهداء الأقصى، بالإضافة لنفاد المواد والعلاجات الخاصة بالتخدير الخاصة بالمرضى في مستشفى شهداء الأقصى. منذ صباح هذا اليوم أيضا تستمر الضربات الإسرائيلية على المنطقة الشرقية لمدينة غزة، بالإضافة لتوغل بري إسرائيلي على منطقة حي الزيتون تحديدا في المنطقة الجنوبية لمدينة غزة، والدبابات تتقدم وتقصف المنازل في هذه المنطقة، مع العلم أن هذه المنطقة تعرضت لتوغل إسرائيلي وعملية اجتياح قبل أقل من شهر تقريبا، دمر خلالها الجيش الإسرائيلي أكثر من 200 منزل وهجر كل سكان هذا الحي، حي الزيتون. والآن الجيش الإسرائيلي يعود إلى أطراف هذا الحي ويقصف ويدمر، ونتحدث هنا على حالة نزوح جديدة أيضا باتجاه قلب مدينة غزة. قبل قليل قذائف المدفعية الإسرائيلية وصلت لأول مرة إلى منطقة محيط ميناء غزة. هذه القذائف وصلت من الدبابات المتواجدة على محور نتساريم، على حاجز نتساريم على شارع هارون الرشيد في المنطقة الغربية لمدينة غزة. حتى هذه اللحظة قذائف المدفعية تصل إلى هذه المنطقة، مع العلم أن هناك عدد كبير من السكان في المنطقة الغربية لمدينة غزة، والجيش الإسرائيلي في كل مرة ينفذ فيها عمليات في منطقة شمال قطاع غزة يهدد السكان بالتوجه إلى منطقة مراكز الإيواء في المنطقة الغربية لمدينة غزة. وهذه المنطقة الغربية لمدينة غزة الآن تتعرض لقصف مدفعي متواصل في ظل وجود عدد كبير من العائلات النازحة داخل مراكز الإيواء في هذه المنطقة الغربية لمدينة غزة، بالإضافة إلى أن كتائب القسام صباح هذا اليوم أعلنت عن استهداف عدد كبير من الجنود الإسرائيليين والمركبات في حقل ألغام تم نصبه في المنطقة المحيطة في منطقة تل الهوى، تحديدا في محور نتساريم وقرب حاجز نتساريم. نعم. نتحدث على مشاهد نشرتها كتائب القسام لتفجير هذا الحقل في هذه المدرعات الإسرائيلية، لكن حتى هذه اللحظة الجيش الإسرائيلي لم يتحدث عن تفاصيل هذه العملية أو إذا كان وقع في صفوف جنود عدد من الجرحى أو القتلى. نعم، شكرا من دير البلح وسط قطاع غزة مراسل الحدث أسامة الكحلوت.